بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من كان 2019. كان 2019 النهاردة مختلفة تماما. كان 2019 بدون منتخب مصر، منتخب مصر وهزيمة أمس من منتخب جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء، هدف أحبط الجميع. الحقيقة الشعب المصري بالكامل من امبارح لغاية النهاردة الكل محبط، الكل تعبان، الكل متضايق جدا مما حدث في مباراة أمس، وبالتالي كل الأسرار وكل الكواليس بتبان أو بتبتدي تبان واحدة واحدة. الكلام اللي هقوله لحضراتكم خلال الربع نص ساعة اللي جاية كلام أنا أعرف تقريبا نصه قبل أو قبل أن يحدث أي شيء، أعرفه من أول يوم في معسكر المنتخب. ولكن في حاجة اسمها الوطنية، في حاجة اسمها أن أنت بتتكلم على منتخب بلدك، في حاجة اسمها المساندة للمنتخب في الوقت اللي لازم تساند فيه، وفي حاجة تانية اسمها نحن مصريين. لما بنيجي نطلع احنا ما بنحميش، او لما بنيجي نتكلم او لو عارفين كواليس ومش عايزين نتكلم عنها بنتكلم عنها او ما بنتكلمش عنها حماية للشعب او حماية لمنتخبنا الوطني اللي الكل كان ينتظر ان يصل الى المباراة النهائية او حتى يؤدي بشكل جيد. ولكن ما حدث خلال اربع مباريات أداها منتخبنا الوطني شك كبير جدا من اول مباراة حتى اخر مباراة ان منتخبنا الوطني كان من الممكن ان يصعد الى الادوار التالية. يعني كلنا كنا بنقول ايه، منتخب مصر لو صعد لدور ال 16 مش هيصعد لدور الثمانية، لو صعد لدور الثمانية عمره ما هيصعد لدور الاربعة، لو صعد للدور قبل النهائي عمره لن يصل الى الادوار النهائية في هذه البطولة او الدور النهائي في هذه البطولة. عارفين ليه كنا بنقول هذا الكلام؟ بيننا وبين بعض طبعا كنا ما بنيجي نطلع نتكلم مع حضراتكم كنا بنحاول ان او كان عندنا امل ان اللاعبين يتم استثارتهم من قبل الاعلاميين ومن قبل كل الناس اللي شغاله في المجال الرياضي. المجال الرياضي خلال الفتره اللي فاتت انتعش بشكل كبير جدا 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 وكله كان في اقدام 11 لاعب او في اقدام 23 لاعب. عندنا اسرار كتيره جدا وكواليس كتيره جدا كنا عارفينها وما بنتكلمش عنها، كنا ساكتين عنها. زي ما قلت لكم امبارح احد اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم كان موجود في الاوتيل مقر اقامه منتخبنا الوطني واتكلم مع اتنين لاعيبه بشكل مش كويس، اتكلم معاهم كده بشكل مش كويس، و مش هقول اسماء لاعبين ولكن الاتنين لاعبين اتكلم معاهم. طب خلوني اقول لكم مين، وليد سليمان ومحمد صلاح، اتكلم معاهم بطريقه مش جيده. وليد سليمان الحقيقه راح للراجل وقال له او لعضو مجلس الاداره وقال له من فضلك لو سمحت ما تتكلمش معايا بالاسلوب ده، لما تيجي تتكلم معايا حتى لو بتهزر، عشان في ناس قلبتها قال لك ده بيهزر، لا قال له كده، قال له حتى لو بتهزر ما ينفعش تتكلم معايا بالاسلوب ده لان انا بحترمك فلازم تحترمني. ومحمد صلاح تدخل في هذا الموضوع وكان رئيس الاتحاد قاعد في ذلك الوقت المهندس هاني ابو ريده، قال له لو مش عايزيننا مشونا ما تخلوناش قاعدين لكن ما تكلموناش بهذه الطريقه. اشياء كتيره جدا حصلت.